ما يتعلق بنجم النادي الاهلي محمود عبد المنعم كهرباء. والجزئيه دي غايه في الاهميه لان كتير جدا حاول اقحام الاهلي في الملف ده. والكتير بيحاول يصدر لجمهور الكره المصريه ان النادي الاهلي استخدم فريق ديسبورتيفو افيس البرتغالي على انه كوبري ويرجع من خلاله كهرباء على النادي الاهلي. لكن الشهاده هتيجي من مين؟ هتيجي من الاتحاد الدولي لكره القدم. الاتحاد الدولي امبارح قال لك ايه؟ قال لك الاهلي ملوش دعوه. من الاخر كده يا جماعه، انتوا دلوقتي في نزاع، في خناقه مثلا، او مش خناقه يعني، في البعض ليه وجهه نظر معينه، شكاوى من نادي الزمالك مثلا، وله كل التقدير والاحترام، ده امر طبيعي. لكن جزئيه مهمه ان تم الحديث على ان محمود عبد المنعم كهربا الاهلي لازم يتغير، وكلام طبقا للشكاوى يعني. مش عايز اخوض في الجزئيه دي كتير جدا، لكن اللي يهمني شهاده الفيفا. والفيفا اتكلمت وقالت ان موقف النادي الاهلي سليم 100%، وان النادي الاهلي اتبع كل الاجراءات القانونيه واللوائحيه السليمه في التعاقد مع اللاعب. الاهلي جاب كهربا منين يا جماعه؟ برضه عشان الموضوع يبقى واضح للجميع والناس كلها عارفه، الاهلي جابه عن طريق صفقه انتقال حر بعد ما اللاعب فسخ تعاقده مع الفريق البرتغالي. فبالتالي الموضوع معروف، والاهلي ملوش اي دعوه بالقصه دي. الاهلي دايما بيتبع الاجراءات القانونيه المطلوبه في التعاقد مع اي لعيب او مع اي مدير فني او مع اي واحد ينضم للنادي الاهلي ايا كان مركزه وموقعه. والاهلي كمان له الحق خلال الفتره اللي جايه ان هو يدافع عن اللاعب بتاعه طبقا للطريقه اللي هو يشوفها مناسبه بالنسبه له، لان كهربا لاعب في النادي الاهلي وكهربا موجود في الفريق وعلى قوه النادي الاهلي. فدي جزئيه طبعا تخص اداره النادي في كيفيه الدفاع عن اللاعب. هنتابع القصه خلال الفتره اللي جايه، لكن النادي الاهلي بريء تماما من ما يقال في الوسط الرياضي او ما يقال وسائل الاعلام ان اللاعب او الاهلي هو صاحب الفكره ان اللاعب يطلع برتغالي. كان ده غير واقعي بالمره. دي كانت